عرفانا منهم وتقديرا لتضحيات الشهداء، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بادر عدد المنضباط ومنتسبي وزارة الداخلية وبدعم ذاتي بتوزيع سلة رمضان الغذائية على عوائل الشهداء والعوائل المتعففة في منطقة المعامل جنوبي بغداد، في خطوة إنسانية تعيد الفرحة لهذه العوائل. تقيم النافذة العلمية دعم ضباط وزارة الداخلية سلة توزيع سلة رمضانية على عوائل متعففة وكذلك عوائل شهداء ضباط وزارة الداخلية والحشد الشعبي في كافة مناطق بغداد كرخور وصافة. طبعا احنا الوجبة الأولى حاليا 200 سلة رمضانية وزعت حاليا في منطقة المعامل، وعندنا إن شاء الله الأسبوع القادم أيضا حدود 100 سلة رمضانية، وطبعا هاي السلة الرمضانية موزعة على كافة المحافظات. هذه المبادرة ليست المبادرة الأولى، كذلك كانت عندنا مبادرات سابقة منها زيارة عوائل الشهداء، حضور مجالس العزاء، زيارة جرحانا في المستشفيات وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم من حيث من ناحية طبيعة الأدوية. أكو بعض الأدوية أيضا كانت ما موجودة، حاولنا بجهد شخصي والحمد لله بالتعاون مع بعض الأخوة من الصيادلة والأطباء جمع هذه الأدوية. ذوو الشهداء والعوائل المتعففة أثنوا على هذه المبادرة الإنسانية، مطالبين الجهات الحكومية أيضا بالنظر والاهتمام بهم وتسهيل معاملاتهم وحل مشاكلهم. دعوة من هذا المكان، ندعو إلى حكومتنا الرشيدة إلى مساعدة عوائل الشهداء والأيتام والفقراء لأنهم محتاجين دعم في الوقت الحاضر الآن. معاملتهم متأخرة، بعضهم ما مستلم الرواتب، والحقيقة الظرف صعب. مشكورين وموفقين إن شاء الله، إن شاء الله الرسول يعطيهم الخير ويحسن العاقبة إن شاء الله، موفقين ونشكركم على جهودكم هاي الطيبة. القائمون على هذه الحملة أكدوا أنها لن تكون الأخيرة، وأنهم مستمرون بتوزيع المساعدات الغذائية لهذه الشريحة في بغداد وباقي المحافظات، عادين هذه المبادرة بالمعنوية أكثر ما هي مادية. من بغداد، غيث محمد، قناة الرشيد الفضائية.